أسمر إلو على كل الفنانين اللي مثلي تخرجوا من برامجه أو اللي مرقوا ببرامجه جميعاً. كليتنا مرقنا بأبهى صورة وأرقى صورة لبنانية قدام التلفزيون بهيداك الوقت ضمن إمكانيات هيداك الوقت. والخبر كان صعب كمان على نجوى كرم اللي كانت كتير متأثرة. ما بعرف إذا بعد في أرض تعطي هيك مبدع، ما بعرف. حضوره كان طريف، مهضوم، مثقف، أنيق، رمز الأناقة. شوفي أنا عم بحكيك وعم بأبشعر بدني صراحة. والغصة كانت واضحة بصوت وائل كفوري اللي بالرغم من خلافه الفترة الأخيرة مع سيمو أسمر إلا أنه حرص على حضور العزاء. قد ما أحكي عن سيمو أسمر ما بيكفي الوقت، بدنا كتير وقت. Thank you. رح يجي مثله؟ لا يتكرر. ورغم انشغال أسرة سيمو أسمر بالجنازة إلا أن وائل لفت نظرهم بجلوسه بالمقاعد الخلفية وحرصوا على دعوته ليكون بالصفوف الأمامية. وأكيد وائل قبل الدعوة ووقف بجانب راغب علامة اللي خبرنا عن الأزمة اللي عاشها سيمو مؤخرا. في كتير وقفوا قدامه، مش ضروري كل حدا يحكي كيف قدامه، لكن هو كان عنده خلافات مع كتير من الناس لما فات بموضوع تجارة الفن، لأنه هو ما بيلبق له هيك، بيلبق له الإبداع، العطاء بعيداً عن التجارة. وكتار من الفنانين بيوافقوا راغب الرأي، لكن كمان شايفين إنه سيمون انظلم كتير. خليني أحكيك شوي عن شخصيته، هالشخصية المسامحة بالوقت يلي كتير ناس غدرت فيه، هالشخصية المحبة بالوقت يلي كتير ناس برم الظهرة، بالوقت يلي ما كان لازم تبرم ظهرة. أتمنى أنه يعرفوا قيمة هذا الإنسان الرائع اللي كان من هالبلد، ويعملوا لك تمثال ويعملوا لك ميدان سيمو أسمر. وداع أخي. أما الدكتور هراتش واللي كرم سيمو أسمر بمهرجان الزمن الجميل فكشف لنا عن عتب سيمون على بعض الفنانين، أنه بآخر أيام وما حدا اتصل فيه وسأل عنه. وبينما البعض تحسروا على الظلم اللي واجهه، البعض الآخر استذكروا لحظات بداياتهم معهم مثل الإعلامية نورما نعوم. طلب مني أنه نشوف بعض كرمال تقدم برنامج استوديو الفن، وصرت أحكي وقال له أنه أنا ما بعرف كيف بدي أقدم البرنامج وأنا ما عندي ثقافة فنية. قال لي أنت بدك تروقي تتعلمي تسمعي، واللي ما تعتلي هم، أنا شايف فيك يلي أنت بعد ما شفتي. وهالرؤية اللي كانت عن سيمون أسمر أكدها جمال فياض وكتير من الفنانين، إنه قدر يستشرف إنه هول الشباب بيصيروا نجوم كبار، مش بالضرورة يكون عندهم صوت 10 أكتافات. هذا ذكاء سيمون أسمر اللي كان يراهن عليه، يعني مثلا راغب علامة مش هالصوت وديع الصافي، لكن بهالذكاء اللي نراغب مثلا قدر يعمل هتات بتاخد العقل. وليد توفيق نفس الشيء، كل هالمطربين اللي هن حضورهم أقوى من صوتهم كان يركز انه يوم اللي اذا بيتعلموا.